مكاسب فنية ومعنوية خرج بها منتخبنا الوطني الأول لكرة اليد للصالة من سلسلة التجارب الودية التي خاضها أمام المنتخب الأردني في إطار برنامج إعداده للمشاركة في البطولة الآسيوية والتي تستضيفها مملكة البحرين بعد أيام قليلة قادمة. في كل تحضيرات لازم واحد يدير مباراة هكذا، مباراة ودية، يشوف يعني وين وصلوا الشباب، وين وصل الشغل، كيف الاستوعاب تاع اللاعبين فوق الملعب، كيف نسيروا، في أغلاط لازم نصحوها، في أشياء لازم ننبهوا عليها، لأن تعطينا يعني فكرة على مردود اللاعبين وعلى مردود الفريق، على الرياكشن تاع اللاعبين، خاسرين فايزين الوقت. فأمام منتخب أردني مطعم بالشباب كانت نغمة الانتصارات لغة تفرد بها المنتخب بعد أن تفوق عليه في 3 لقاءات كان آخرها بالأمس والتي أقيمت بالصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشهر بعد أن كسب اللقاء 33 هدفاً مقابل 15 هدفاً. التجربة اللي احنا جايينها دي تجربة مهمة جدا، يعني عايزين نتعرف على اللعيبة، فما شاء الله يعني بصراحة انا عامة مبسوط من المباراتين اللي فاتوا، حاجة كويسة، عملنا ماتشات كويسة، طبعا خبرات منتخب العماني خبرات كويسة، ناس داخلة على بطولة آسيا، فدي حاجة يعني كويسة ان احنا نعمل معهم ماتشات كويسة زي كده. المجموعة قوية بس ان شاء الله احنا قادرين نتجاوز المجموعة ان شاء الله بإرادة الشباب ان شاء الله والطاقم الفني والإدارة، ان شاء الله مقصرين معانا ان شاء الله بهمة الشباب قادرين نتجاوز. وسعى الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة مراد بوساب للوقوف على مدى استيعاب العناصر للفكر والتكتيك اللذين يرغب في تطبيقهما خلال المعترك الآسيوي الكبير. الجاهزية خلاص مثل ما يقولوا خلاص، يعني جاهزين من فترة، الحين لعبنا مع المنتخب الأردني 3 مباراة، هذه آخر مباراة، في مباراتين مع منتخب مصر وتكون آخر جاهزية يعني للبطولة، وإن شاء الله نسعد الجماهير العمانية ونظهر بصورة طيبة إن شاء الله. ورغم قوة المجموعة والتي تضم قطر والكويت والصين تايبيه إلا أن المنتخب يحافظ على كامل حظوظه وأحلامه متسلحا بمجموعة من اللاعبين المميزين أصحاب الخبرات الكبيرة مطعمة بالوجوه الشابة.